سادتي يا نساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حامد كميل يحييكم أجمل تحية، يسعدني أن أكون معكم. وهذا اللقاء الكروي اليوم وفي الدوري الأرجنتيني الممتاز وفي الجولة رقم 25، في ختام جولة رقم 25 بقيادة هذا الحكم الدولي داريو هيريرا. نتمنى إن شاء الله تكون مباراة حلوة ممتعة مثيرة كما تعودنا في مباريات الدوري الأرجنتيني. تنطلق المباراة بسم الله وعلى بركة الله، وهذه المباراة طبعا أيضا خلاص في الجولة نتكلم عن أن ريفر بليت المهم أنه وصل وانتهت أموره بالنقطة للنقطة 57 متصدرا عن كوردوبا بالتأكيد اللي وصل للنقطة رقم 44، وذلك في 7 نقاط كانت واضحة بينهم من البداية. لكن اليوم فريقنا الأبيض سان لورينزو هو في المركز الرابع، في المركز الرابع جيد، أيضا في المركز التاسع بتتكلم عن بيليك ران. المباراة ببدايتها وهذه كرة ملعوبة مقطوعة على طول راسة المرمى اللي دائما هو يتحمل طبعا حارس المرمى العبء الكبير في المباراة، وبالتأكيد أنه يكون يعني هو دائما يقول لك الحارس نصف الفريق، وذلك ممكن يكون أيضا له دور كبير في قلب النتائج، خاصة إذا توفق في الركلات الترجيحية أو ما ذلك. على العموم لكن الآن الأمور بادية، كرة بالخلف بلغرانو، الفريق أيضا محترم حقيقة ويقدم مستويات طيبة. أيضا لو ذهبنا لفريق سان لورينزو يعني في فرق المقدمة تماما، سان لورينزو هذا الفريق اللي يبحث أيضا ممكن بيرفع رصيده ويطلع شوية يتقدم أيضا لنقطة 44 يعادل فيها مثل ما قلنا سي آي سي تاليس كوردوبا في عنده 44 نقطة، لكن هو خلص مبارياته، بينما اليوم سان لورينزو هو يلعب في ختام الجولة رقم 25. كرة اللعب على طول لا نحاول تنقطع سان لورينزو، حاولت ترجع مرة ثانية قريبة على الوسط، ينقل وين بيهدي اللعب وين بيلعب له كرة لما تمشي معاه، أي يعني لما شاف في تغطية خلاص انتهت الأمور ورجع وراء لخلف، حاول أيضا يكون هو طرف آخر من الجهة اليمين. هذه كرة عوبة حلوة حاول حصلها، شايف برونو زابيلي هذا لاعب مهم جدا، مرور حلوة ولسين سانشيز والعرضية والحارس لا زالت خطيرة، وين ضيقها على نفسه وعقدها على نفسه، كان ممكن يلعبها باللاعب المدافع وياخذ ركنية على الأقل لأنه سكر عليها. هذه عرضية مرة ثانية ولكنها سهلة 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 لحارس المرمى، كرة خطيرة كانت، نعم كرة خطيرة، شوف المرور جميل أيضا، والتاميرانو شايف حصلها باللحظة الأخيرة وكانت أيضا كرة يعني جميلة الأمانة لي برونو، لكن حارس المرمى يوفق، بعدين الدفاع هو اللي شال وأبعد الكرة تماما وأبعد الكرة عن منطقة الخطورة، وانتهت الأمور بأول هجمة وبأول انطلاقة لبيليغران. لكن سان لورينزو حتى الآن هو يعني بيشوف نفسه وين بيقدم أموره وين تكون أيضا اللعبات اللي يحتاجها دائما الفريق. نقول ثبت رمية التماس، القدمين ثابتين طبعا ويلعب الكرة وهو ثابتة وخلف خلف يعني رأسه بالتأكيد، هذه الأمور معروفة تتكلم عن فرق تجيد اللعب على الأطراف. هذه الكرة طلعت نعم كلها طلعت خلاص، طلعت إلى رمية التماس اللعب هذه ايضا شوف يعني يحاول الان واضح
هو يا سلام حلوه بالكعب، ما اكملت ما اكملت ما اكملت. هذا بيريرا اللي يراجع ايضا يساعد في هو مهاجم، لكنه رجع في وسط الملعب وحاول ايرلا، حاول ايرلا لا سان لورينزو، حلوه التمريره تكمل ولا لا، لكنها مقطوعه ايضا خارج الملعب الى رمية تماس، إلى رمية التماس، رمية تماس، أنا أحاول الفريق الحقيقة اللي تاز هو تاز بالمراوغة للأمانة في الهجوم، بعض مرات نشوف يعني لمحات جميلة جدا في خط الهجوم، إن شاء الله أيضا نقدم فيها في هذه المباراة. كرة رأسية غيرها، لكن وين؟ خارج الملعب إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. غيرا واحد من اللاعبين الحقيقة اللي يمتاز بالبنية الجسمانية العالية، وأيضا هو طويل بالمناسبة، فلذلك ماخذ الجهتين، بنية جسمانية قوية وكذلك أيضا طويل، ممكن في الكرات العالية والهوائية هو اللي يكون يعني اللي يستفيد منها أكثر، يستفيد منها أكثر. تلع، وهذه كرة منقولة في النص. برونو بيلي لاعب مهم جدا أيضا مثل ما تكلمنا عنه في الجرانو، قطعت سان لورينزو، رجع ورا، هدوء، قريبة لي لاس تيرا، لاس تيرا أيضا في الوسط، غير على اليسار، يعني واضح واضح ايضا شويه راجعين ورا، راجعين ورا. سان لورينزو صاحب المركز الرابع مثل ما قلنا، وبيلغرانو في المركز التاسع. خلاص الامور تحسن بالتاكيد لذلك الفريق الجميل ريفر بليك، ريفر بليك. هذه الكره شوف لما يعني ما فيها هدف، ما فيها هدف برا الملعب الى الركنيه، شوف المطالبه انه يقول له في خطا، نعم في خطا، لكن هو حكم المباراه هو الادرى، هو الادرى، هذه ما يطالبه فيها طبعا الفي ار. هذه كره ملعوبه الركنيه عاليه على طول داخل على السته يارده، لكن ايضا تنشال وتبعد. اليخاندرو هو اللي كان يتكلم معاه، خاندرو كره مقطوعه واخيرا برا الملعب الى ركنيه ثانيه، ركنيه جرانو، هذا اللاعب ايضا مهم جدا للامانه سانتياغو لونغو، ملعوبه الركنيه يفوتها نعم، لكن ما تمشي معاه، قاريها ايضا الدفاع، كره اللعب بالخلف اقرب سهله الاخير الى المكان هناك، يحاول ايضا يجد نفسه، يجد نفسه ان لاعب صاغط واضح يلعب، يلعب يعني كلاعب صاغط موجود. هذه كرة على طول وين؟ برا الملعب الى رمية تماس، برا الملعب الى رمية تماس، حاول يعني في الجهة الاخرى ايضا تجد اللاعب زابيلي، برونو زابيلي مهم جدا هذا اللاعب ايضا، يرجع وراء بهدوء اخر، سان لورينزو الان هو اللي بيحاول يسحب بيليغرانو، تعود لحراسه المرمى، شال كره جميله الحقيقه في البدايه تاميرانو، هذه ايضا التغطيه الموجوده، حاول دائما يكون فيها طرف اخر، سكير او مورينو، مورينو فيها صافره، فيها خطا، حكم المباراه ينبه يعني يروح عند مكان الخطا، وايضا هناك يبتعد الدفاع تماما، مورينو اللي كان موجود في اللقطه الماضيه، شوف الصغور والخطأ الآن بيليغرانو،
هو اللي شايفه بعدي، يعني نتكلم عن 10 دقائق أولى. حبتي متابعينا عبر الرياضية الكويتية دائما في هذا النقل الحيوي المباشر، ودائما استوديو تحليلي أيضا للمباريات والجولة رقم 25 يعني في ختامها خلاص. هذه كرة ملعوبة الرأسية أيضا تبعد، وشوف تراجع التميرانو للخلف لأنه مثل ما قلنا هو طويل، يحاول أيضا يشيل الكرات ويقطع الكرات يبعدها عن زملاء المدافعين، زملاء المدافعين يعني هو يساعد، نعم يساعد أكيد، وشيل كرة أيضا يبعدها من منطقة الخطورة، منطقة الخطورة. هذه كرة اللعب تعود في الدفاع، دفاع دائما جاستن هيريرا أو هرنانديز، هرنانديز وأمامية حاول ميرانو، لكن فيها رأي من الحكم إنه في تسلل، فيها تسلل، نعم في البداية تسلل موجود. بيريرا أو بيريا هذا اللاعب اللي أيضا يمتاز بالانطلاقة السريعة، دياغو بيريا، دياغو بيريا يلعب كرة على طول بيريرا، هو نفسه يعني بسرعته نتكلم بسرعته، شوفونا الكرة أيضا مقطوعة على طول، طبقة في الدفاع، والدفاع الجيد هو من يتحكم بالتفكير داخل منطقة ال 18 ومن ثم يرفع رأسه عادي وين يشوف اللاعب الفاضي وين يلعبها. دياغو إذا يحاول هو الآخر، مرة ثانية أوكستين، هو لاعب مهاري أوكستين، مارتيجاني، مارتيجاني أوكستين طاحة، دياغو مرة ثانية على جهة اليسار تبدأ الهجمة، سالي رينزو حلو المرور، حلو حلو، بتكمل ولا لا؟ تكمل ولا لا؟ العرضية تضرب أخيرا برا الملعب إلى الركنية، برا الملعب إلى ركنية، نعم في انطلاقة للجهة اليمنى للاعب ماروني، ماروني شوف لما لعب العرضية لكن انقطعت وأخيرا تضرب في الدفاع إلى الركنية، إلى الركنية، ركنية، ركنية، هان خلينا نشوف وين بتلعب، ركنية عالية داخل منطقة 18، رأسية تبعد تماما من تياغو لونغو، تعود حصلها قبل الأوت ويعلي الكرة عالية، رأسية تعود مرة ثانية سان لورينزو حاول لكن الكرات الى الان شوف هذه خلفيه بالراس حتى يهدي يهدي ويرسل الكره ورا. هذا جاستن هرنانديز الكابتن القائد، بينما هناك نهويل لوسادا في حراسه مرمى بيليغرانو، هذه كره اللعب وايضا اعاده للخلف مع جمهور الحقيقة أيضا دائما للمباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز تواجد جماهيري كبير، ما هو مشكلة عنده صاحب المراكز الأولى أو الأخيرة، لا كل فريق بالتأكيد له جمهوره لعشاقه ولذلك يتواجد في كل لحظاته جمهور عاشق للكرة، الكرة الأرجنتينية البرازيلية معروفة ما في داعي نتكلم عنها لعشقها في العالم بأكمله، لكن في الوطن العربي الكبير تأكيد لما تتكلم عن الكرة البرازيلية ولا الأرجنتينية، لا الأرجنتيني هو من كان بطلا لكأس العالم الأخيرة في دولة قطر الشقيقة عندما أبدعوا وتألقوا في هذا التنظيم الرائع والجميل اللي شرف كل
خليجي عربي إسلامي شرق أوسطي بالتأكيد بالتنظيم العالي. هذه كرة انقطعت كانت ممكن فيها خطورة، لكن أيضا تلعب أرضية سهلة 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 لحراسة المرمى التنبيرانو حارس أيضا جيد، وكان أيضا عندهم تالا يعطي اليوم الفرصة خلاص، لأن الأمور الأندية تقريبا في الثلاث جولات المتبقية أو جولتين خلاص إلى الجولة رقم 27 ينتهي الدوري الأرجنتيني، لأن عنده هو أساسا 28 نادي يشارك في هذه البطولة، وبالتأكيد سيلعب يعني أنت تلعب 27 مباراة حتى تعطي لما تشوف أنت يعني المراكز خلاص حسمت في الأوائل، يعني من الأول للثاني للثالث للرابع والخامس أيضا لانوس حقيقة، وعنده مباراة يوصل ل 44، واليوم سان لورينزو ممكن يوصل ل 44 ويكون مع كوستيكا أيضا اللي عنده 41 نقطة راح يتأخر للخامس ينزل، يعني هذه الأمور أيضا ستحسن بالتأكيد بعد نهاية هذه الجولة 25 للدوري الأرجنتيني الممتاز. كرة لعبت تغطية دفاعية مكانها شوية خطير، يعني ان تلعبها بهذا المكان وبهذه الصورة. أليخاندرو يعني يلعب له ريبولا، أليخاندرو ريبولا ومورينو ايضا اللي كان قلب الدفاع، تواجد اللي نتكلم عن برونو زابيلي هو الاخر في الهجوم، نتكلم عن جرانو تبغى معاهم الكرة، إعادة الكرة للخلف لحراسة المرمى هي اللوسادة، سلم يستلم ويهدي ويشوف يلعبها على جهة اليمين يفتح اللعب شوية حتى يستفيد، لكن شوف أيضا الأربع مهاجمين خمسة طالع وين سكرين حتى ما يعطون فرصة للدفاع أنه يوصل للنص أو النص الهجوم، يعني هذه بطريقه بالتاكيد المدرب بيشوف شلون امورها. صافره مع خطا، الصافره مع الخطا الان، صافره مع خطا، اوه 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 حلوه حلوه، تسديده بابلو في جيني في جيت، هذا هداف شوف جماعة شوف يا السلام بيهي، والتسديدة اللي على طول ياكن كرة وين 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 وين. أنا أتكلم كنت عن الهداف اللي طبعا لهذا لاعب الوسط سانتياغو لونغو، لكن كنت أتكلم صاحب 13 هدف بابلو في جيتي، مهم جدا في الفريق وأيضا طريقته بال يعني لعب الكرات الهوائية وأداء العالي دائما في قلب الهجوم لفريق بيليغرانو، يعطيه ثقة كبيرة، يعطيه أيضا قوة هجومية. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، إذن تبغى في الدفاع ودائما مع بيليغرانو بدأ يرجع وراء، سلم في النص الفريق اللي يحاول من التاسع أن يصعد فوق، لأن سان لورينزو أساسا هو في المركز الرابع، وإذا فاز لا راح يتقدم أكثر لأنه رقم 44، ال 44 هو الآن في المركز الثاني، كوردوبا خلاص أنهى مبارياته ب 25، وبعد يأتي الديفنسا خوستيكا أيضا عنده 41، معناها لو فاز تتكلم عن سان لورينزو يوصل لل 44 نقطة في المركز الثالث والثاني، ممكن على حسب عاد نشوف هناك في أهداف اللي في فارق تأكيد مالك وما عليك. هذه محاولة العرضية تدخل دفاعي جميل أيضا تبعد في الوقت المناسب إلى
الركنية. للركنية. ركنية الآن أبعدت بشكل صحيح. جميل. أبعدها طبعا اللاعب هيريرا. هيريرا يلعب في الدفاع. شوف دافع، شوف لقطة جميلة الحقيقة من المخرج للجمهور والملعب والمرمى بطريقة فنية. هذه تسديدة ولا تمريرة؟ لا والله مرر على اليسار. ممكن العرضية، عرضية 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 والرأسية لا زالت فيها الخطورة. الإبعاد يأتي. أوه خلي بالك يا يتعين يا يتعين يا دياغو بيريرا، لكن هو بوش بالعربي بوش في اللعبة الأولى. المهم الدفاع شالها وبعدها، وهو دائما يرجع لما تكون ركنية وكرة ثابتة. دياغو بيريرا هذه كرة منقولة أيضا على اليسار، العرضية والتدخل وأيضا تبعد خارج الملعب إلى رمي التماس. اللعب على طول رمية التماس. سان لورينزو يحاول، شايف كامبي اللي في النص أيضا ينزل المدافعين، يرجع وين للمدافعين. هذه على اليسار حلوة منقولة طريقتها. ممكن هناك جاستون هبتي الخطأ والصافرة. حكم المباراة السيد داريو هيريرا بالله أنا ما سويت شيء. وعلى العموم شوف التدخل، لا التدخل نعم واضح تدخل والخطأ. ديمو بيريرا، ديمو بيريرا يشارك أيضا في خط الدفاع دائما بفريق بيليغران. ديمو بيريرا على الخطأ. هذا المدافع أليخاندرو ريبولا أيضا يراقب، بيراقب ويشوف ويتابع. وهذا مارتيغاني اللي عنده وراح يلعب الكرة. مارتيغاني نعم بيعليها داخل منطقة 18 والحارس يبعد. نعم بعدها وين؟ ما بعدها قدامه، لا على الأطراف، وهذا هو الصح على الأطراف، لأن أي كرة للأمام ملك مشكلة بالتأكيد وتعمل لك أيضا ممكن يأتي منها هدف بأي لحظة، ممكن يأتي الهدف بأي لحظة لأن هناك القادمون من الخلف. وبعد أنت كحارس مرمى أو مدافع وبتهيئها له، لا خلاص بيستغلها بالتسديد وأنت طالع من مرماك يسجل. لكن عنده ذكاء الحقيقة حارس المرمى، ولو سادة أبعد الكرة بطريقة فنية على الجهة اليسرى لهم. هذه كرة عرضية ممكن، نعم العرضية ملعوبة، العرضية ما مشت خلاص وقطع. صافرة والخطأ أيضا. حكم مباراة قريب وأيضا صافرتها مسموعة، وشيء جيد إنها أن تكون مسموعة حتى للمتابعين، حتى للمتابعين. هذه اللعبة كانت أيضا شكلها حلو. خط الدفاع سان لورينزو، هذه كرة طويلة أمامية يحاول فيها دياغو بيريرا. دياغو هاتو خود، دياغو لاعب مهاري هنا وثانية يلا وين بمبدأ السلامة والأمان يبعدها. ما طلعت الركنية، فيها دفع ولا لا؟ غير رأي الحكم المساعد، أول أشر يسار وبعدين أشر يمين، يعني أوكي صلح الخطأ، ما أصر على خطأ، صلح الخطأ. هذه رأسية وأخيرا هي برا الملعب إلى ضربة مرمى، إلى ضربة المرمى. شوف أول بداية أشهر في جهة أخرى، جهة أخرى. هذه رأسية، كرة برا، كرة برا. أيضا تشوف يعني يلعب ماروني معاهم في المقدمة، لاعب الوسط اللي يتقدم ماروني. تمرير لكن وين؟ خاطئ، تسليم غير صحيح والكرة خارج الملعب إلى رمية التماس، إلى رمية التماس للدخول على 25 دقيقة، على 25 دقيقة
إذن التعادل لا يزال قائم 0-0. أحبتي متابعينا عبر الرياضية الكويتية دائما في هذا النغل الحيوي المباشر، عشان نشوف مباراة أفضل من كذي. صاحب المركز الرابع يعني ب 41 نقطة، سان لورينزو في المقابل أيضا بيليغرانو، هذه حلوة على اليسار تكمل ولا لا، برونو زابيلي العرضية وأيضا تنشال وقت المناسب وتبعد بالمنطقة الخطورة واللي يبعد على طول اللاعب كلاستيرا. كلاستيرا شوف هذا باول في جيتي لاعب مهم جدا، 13 هدف الحقيقة، وأيضا من اللاعبين المميزين في الدوري الأرجنتيني الممتاز، الدوري الأرجنتيني الممتاز. اللعبة الركنية على طول والرأسية أيضا تبعد، لا زالت الخطورة ممكن، إنما وصلت صح وانقطعت وأبعدت. هذا ديارتي والآخر على اليسار دائما يلعب ديارتي الأمانة، ويحاول عنده شمال وهنا بالرأس، لكنها وين؟ برا الملعب إلى ركنية، إلى ركنية، إلى الركنية. هذه اللقطة شوف لما اللعبة الأولى كانت يعني بدايتها على العموم، هذه اللعبة الرأسية تنتهي إلى ركنية، إلى ركنية، ركنية يتقدم أيضا. شايف شوف المدافع أليخاندرو حاول يستفيد من أنه يلعب بالرأس، هنا تسديدة وين؟ لا تسديدة يقولون عنها من غير عنوان، هذه من غير عنوان يا دياريتي، غير عنوان خارج الملعب. شوف ردة الفعل دائما المدرب لما عنده توجيهات، عنده تمرينات، عنده حصة تدريبية لكل فريق بالتأكيد أنه يقدمها ويعرف شنو هذا يلعب طريقة أو أسلوبه هجومي دفاعي، طريقة مثلا 4-4-2 تفيد معاه أو 5-3-2 تفيد أو 3-4-3، طرق كثيرة، لكن الأسلوب نتكلم عن الأسلوب هو يا هجومي يا دفاعي دائما للمدربين اللي يعشقون تأكيد الهجوم. كثير من يعني المدربين يبون الشيء الهجومي اللي يوصل في اللاعب إلى أن يهاجم، كرة ما طلعت لكن سلمها خاطئة، ترجع مرة ثانية الخيال. إذن بيليغرانو يلعب العرضية سهلة جدا، سهلة جدا، حارس المرمى بيليغرانو يلعب له كرة طويلة، ما تمشي أيضا، عود مرة أخرى التقدم، حاول فيها ليه روني اللي كان قدام شوية يعني يبحث عن التمرير الصح، مارتيغاني وين سهل لحارس المرمى، رجع له مرة ثانية بنفس المكان، هذا أليخاندو حلو استلام صح وين بعدين، يا سلام حلوة خذها مين، بيكمل بيروح يواصل هيريرا ممكن العرضية، لكن وين؟ والحلو ما يكمل، صحيح انك طلعت على اليمين واخذت كرة حلوة على مرتين وصلت. شوف المدرب يقول له شكرا، نفس كلامي انا يقول نعم وصلت لكن النهاية ما كانت صح، النهاية ما كانت صح بالتأكيد لسان ريمو. يهدي يحاول يوصل، يعني تسير الأمور حتى الآن للتعادل السلبي 0-0 في 29 دقيقة هي من عمر شوط المباراة الأول. أحبتي متابعينا دائما عبر الرياضية الكويتية وفي أنحاء الوطن العربي الكبير اللي يتابعون الدوري الأرجنتيني الممتاز، بإشادة وشكر وتقدير دائما للقناة الرياضية الكويتية بتلفزيون دولة الكويت أنها تنقل لهم هذا الدوري الجميل، مع أيضا مباريات الكؤوس ستكون بإذن الله أيضا عبر القناة الرياضية الكويتية، مع استديو تحليلي جميل أيضا لزملاء يعطون المشاهد حقه في وضعية الملعب والأسلوب والطريقة والفن والأداء
العالي ومن هو الافضل وليش ضيع وليش ما مرر، كل الامور هذه عند اخواننا دائما في الاستديو التحليلي. هنا المحاوله على اثنين انقطعت، الكثره الشجاعه، وهنا تمريره ايضا خاطئه ما وصلت بابلو في جيتي. هذا في جيتي شايفينه ينطر اي كره ترى، ممكن ما اذكر اسمه 35 دقيقه يطلع لك الدقيقه يسجل، 40 دقيقه دقيقه يسجل، لذلك يعني هو جاهز في اي شيء لانه يعرف منطقه 18 وقناص برا الستة يارد. كنت اتكلم عن بابلو كيجيتي لاعب مهم جدا لفريقه، مهم جدا لعبت وتوصل ايضا تغير اللعب. خلف لاعبين من زملائك، خلف عندك ثلاث لاعبين من زملائك ممكن في النص الان. لوهان هان سلم، حاول برونو عبيلي مقطع مرور، يا سلام حلو مرور اول مرور ثاني، وين بتلعب؟ بيجرب نفسه بيشوت، بيجرب نفسه شكله بيشوت. الله 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 الله، نعم نعم بيجرب نفسه. ماروني ماروني ماروني، تسديده قويه جدا في الدقيقه 31، الدقيقه 31 الهدف الاول، الهدف الاول ياتي. شوف شوف اخذ، يا سلام يا سلام، يا الله يا الله يا الله، عدى النص وبعدين راح لما سحب 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 هناك، سحب له دياغو واخذ منه هو على طول، على طول صاروخ، على طول صاروخ داخل المرمى، داخل المرمى بذكاء، داخل المرمى بذكاء. حلوه، هدف اول، هدف اول ياتي بكره جميله من منتصف ملعب، اخذها وسحبها وتقدم يعني على طول، ويسجل اول اهداف المباراه، اول اهداف المباراه. هدف حلو، هدف حلو، لكن بمجهود فردي، خلينا نقول بمجهود فردي للاعب بامكانيات ايضا روني. هدف حلو، هدف حلو، سجل بطريقه جميله، طريقه حلوه، ويفتتح التسجيل الان، يفتتح التسجيل. حلوه الكره يعني مشت معاه على العموم، ولبست معاه تماما، ولبست معاه تماما. تلع صافره مع الخطا، لان واحد سان لورينزو، جهود فردي مثل ما قلنا للاعب الخطير، لاعب مهم للامانه في نص، تقدم بشكل حلو غونزالو ما روني، غونزالو ما روني سجل هدف حلو بشكل طريق، بطريقه جميله جدا للامانه، طريقه جميله وحلوه. واحد الان لسان لورينزو، رغم انه كان الافضليه في البدايه لبلغرانو، هذه راسيه، راسيه يعدل يعدل، والدفاع وهو يعدل سلوكه وطريقته واسلوبه، يبعدها خارج الملعب الى رميه التماس، الى رميه التماس. حلو مانا غونزالو روني سجل هدف حلو لفريقه عمره 24 سنة، يعني ما هو كبير، لاعب وسط مهاجم يعني مين، شوف نعم لأنه أخذها من وسط الملعب تماما، بعدين يكون خلف دياغو، دياغو على فكرة ترى سحب اللاعب عنده هناك، سحبه على اليسار، هذا اللي دياغو يتكلم عنه لهذا اللاعب، شوف اللي جاي من الخلف على طول اللي هو غونزالو ماروني. هدف حلو، وفي تعاون ثنائي ما بينه وما بين ايضا المهاجم الصريح دياغو بيريرا. واحد سان لورينزو، غونزالو، وهذه كره اللعب دياغو بيريرا،
اللي سحب وياه اثنين مدافعين وعطى الفرصة انه يسجل زميله ويسدد بأريحية غونزالو ماروني. عود مرة ثانية وهذه نفس اللاعب ماروني. ماروني ما يمر ماروني انقطعت من امام قطعت من امامه وبعده لكنها تبغى لسان لورينزو. حاول يلعب كرة تضرب خارج الملعب الى رمية التماس خارج الملعب الى رمية التماس. تكلم عن هيريرا يلعب الجهة اليمنى هيريرا كمدافع ايمن انقطع اللي بالك ان ما عنده حلول الا يلعبها وين لحارس مرمى. نعم لعبها لحارس مرمى على طول بعدين على جهة هيرلا نص بجرانو خطأ الآن 10 دقائق وأقل على نهاية شوط المباراة الأول. أحبتي متابعينا عبر الرياضية الكويتية دائما هدف مقابل لا شيء سان لورينزو هدف بمجهود فردي جميل وتسديدة قوية على المرمى قوية على المرمى سجل فيها اللاعب غونزالو ماروني. ماروني يا ماروني حتى الآن في التقدم وممكن يستفيد بهذا الهدف أيضا مثل ما قلنا يصعد برصيده إلى النقطة رقم 44 ممكن إلى النقطة رقم 44. الله شالها أبعدت كانت غير خطرة وحلوة ردة الفعل أيضا لحارس المرمى. أنا شوف 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 يا 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 نعم الخطير والهداف والغناص يا السلام رأسية جميلة والأجمل حراسة المرمى دائما حقيقة شيلها رانو لكن رأسية في جيتي كان ممكن تأتي بالتعادل. جيتي كنت أتكلم قبل قليل أقول ممكن يطلع لك دقيقة يبتعد ما تسمع صوته ما تسمع له اسم وأخيرا نعم رأسية قوية يعني خلينا نقول في الدقيقة 37 فرصة التعادل الحارس يتألق من الخطير بابلو في جيت أخطر فرصة وأجمل فرصة وأحسن فرصة حتى الآن لبيليغرانو تألق فيها الحارس على طول عدها بشكل جميل تغطي الكرة خارج الملعب الآن إلى رمية أو ضربة مرمى إلى ضربة مرمى ثبت أخذها كرة طويلة واحد سان لورينزو جولة رقم 25 للدوري الأرجنتيني الممتاز يعني من المركز الرابع ممكن يصعد إلى المركز الثاني أو الثالث نتكلم بعد نهاية المباراة عن النقاط وحسبتها بالتأكيد. سان لورينزو اللي حاول يحافظ على الهدف في هذا الشوط الأول من المباراة. أها هل التدخل صح أم لا مع دياغو بيريرا مشي حكم مباراة لاغة دفاعية يقول لا يلعب ولا في صفرة إيال اتصال وهو مشي إيال اتصال داريو هيريرا لولا لا في خطأ منو البي آر أم المساعد الأيمن الأيسر ولا لا في تلامس معناها كان هو على باله في يعني نوع من التحايل خلينا نقول ممكن يكون نوع من التحايل لأن الأمور تسير على ما يريد كما أتكلم هذه كرة أيضا تشعر على ما يريد فريق سان لورينزو لأنه هو المتقدم في هذا الشوط الأول بهدف جميل مجهود فردي رائع جدا
يشارك فيه ايضا اللي سدد واللي ماروني جونزالو ماروني. وايضا يحسب لدياغو بيريرا اللي سحب معاه مدافع اثنين مدافعين كمان. هذه كرة اقرب لحارس المرمى حصلها بهدوء حصلها بهدوء. مورانو مورانو حارس المرمى حارس جيد الأمانة شال كرة صعبة جدا. من الهداف والخطير بابلو ديني أيضا فيها صافرة فيها خطأ مع الكرت الأصفر يظهر في الدقيقة 40 في الدقيقة 40. سلامات ديارتي شوف ديارتي بيريرا الأيمن عنده إنذار في الدقيقة 40 الشوط الأول الأول إنذار في المباراة على فكرة للاعب هيريرا. رجع ورا هدي هل يبقى الهدف هذا هو في شوط المباراة الأول أم يكون كلام آخر لبليغرانو؟ هل يعود من جديد للمباراة؟ ممكن يعود من جديد للمباراة. صافرة وخطأ آخر أيضا هنا يطالب ليش أعطيت إنذار؟ أعطيني إنذار لصاحب الهدف على أرضية الملعب حقيقة غونزالو ماروني. ماروني لاعب مهاري حاول يمر بطريقته المعتادة شوف لكن يسقط على أرضية الملعب يكسب الخطأ يكسب الخطأ خطأ الآن نعم العوبة طبعا الآن إلى المركز الثالث نعم إلى المركز الثالث لأن كاليريس كوردوبا وصل للنقطة رقم 48 و57 ريفر بليت خلاص هو بطل الدوري الأرجنتيني قبل نهايته بجولتين يعني قبل النهاية بجولتين هو البطل قبل نهاية الدوري بجولتين معناها فريق ماشي صح حقق الدوري للمرة رقم 38 للمرة رقم 38 كان عنده 37 بطولة 37 بطولة الآن مع هذا الموسم يصل إلى هذا الجول هذا الجول شوف ما شافه يا سلام يا سلام لكن شوف دياغو بيريرا لما أخذ هناك مدافع معاه فتح له المجال تسديدة قوية في مرمى نهوي اللوسادة لا يتحمل لأن التسديدة قوية والمراقبة من الدفاع ما كانت صح ما كانت صح هيب صافرة والخطأ الآن خطأ دقيقتين على نهاية شوط أول من المباراة نقول طبعا نقول مبروك حقيقة لي ريفر بليت نقول مبروك على تحقيق الدوري لفعل الدوري من نقاط اللي لتلريس كوردوبا ب 48 نقطة هذه اللعبة حلوة لكن أيضا تنشال تنشال وتبعد خارج الملعب إلى رمية التماس يعني سان لورينزو يصعد الآن للمركز الثالث يصعد إلى المركز الثالث طبعا من نظامهم في النقاط شوف هذه اللعبة جديدة هذا الابعاد حارس وقت مناسب جدا نشالها بلحظة صحيح انها سقطت امام المدافعين وابعدوها
وهنا كرة راح يلعبها حارس المرمى، لعبة طويلة تماما تاميرانو، يجرب ناس ثانيين اليوم. هذه المحاولة حلوة، يا سلام مخ نظيف حقيقة، لعبه للمكان البعيد، صحيح انه سقط اللاعب والكرة راحت برا الملعب رمية أماس، لكن كتفكير نعم دياغو بيريرا اللي هو يشارك بالهدف اللي سجله زميله غونزالو ماروني، انه سحب معاه اثنين على جهة اليسار وعطاه الفرصة انه يروح اليمين ويسدد كرة قوية في المرمى في الدقيقة 31، هدف المباراة الوحيد. اذا 45 دقيقة تنتهي الان، وهنا دقيقتين وقت بدل ضائع. الشوط الاول بيعطي دقيقتين. حكم المباراة السيد داريو هيريرا، دقيقتين كوقت بدل ضائع. هنا تغطية صح، واخيرا هي برا الملعب الى ضربة مرمى، الى ضربة مرمى، ضربة مرمى. اللعب قطعت من امامك. دياغو بيريرا حاول انه يخلص الكرة، يأخر الكرة وياخذ له كم وقت من شوط المباراة الاول، لكن قطعت من امامه، انقطع الى رمية التماس. أليغاندرو ريبولا في الدفاع، بيليغرانو يهدي، وين بيلعب كرة ما تمشي، ريمو ريمو بيريرا الآخر اللوب شيلها، عاد سريع وأقرب لحارس المرمى، أقرب لحارس المرمى وسادة طول كرة طويلة إلى وقت خلاص، حاول يعني سيد له هدف في آخر الثواني، لكن صعبة بهذه الطريقة. والمراقبة اللصيقة لبابلو فيجيتي مع صافرة حكم المباراة السيد داريو هيريرا بانتهاء شوط المباراة الأول بتقدم سان لورينزو بهدف جميل سجل اللاعب غونزالو ماروني في الدقيقة 31. حتى نلتقي معكم وبداية شوط المباراة الثاني، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد. هذا حامد كميل يحييكم أجمل تحية لأكون معكم وبداية شوط المباراة الثاني. منظر جميل للمدرج المواجه بشكل حلو بطريقة، وجمهور أيضا يمتلئ يعني الكراسي الموجودة بالتأكيد في هذا الملعب. لكن الأمور في الشوط الأول، نذكر الأحبة متابعينا دائما عبر الرياضية الكويتية بأن التقدم كان لفريق سان لورينزو بهدف أيضا جميل سجل للاعب المتمكن غونزالو ماروني في الدقيقة 31. هذه المحاولة، ويبدو أن فيه تبديلات هناك أيضا لبيليغرانو، حارس المرمى يتدخل مع الحارس والاثنين على الأرض، وسلامات إن شاء الله الاثنين مع الدقيقة الأولى. للأمانة بداية الدقيقة الأولى دخل طبعا حارس يريد أن يبعد والمهاجم يريد أن يسجل، لكن على العموم سلامات إن شاء الله، نقول سلامات إن شاء الله بالسلامة لهذه الكرة. شوف رفعت، هل فيها التسلل؟ على العموم فيها التسلل وأيضا المشاركة والسقوط والحارس، لكن إن شاء الله سلامات، إن شاء الله سلامات. صحيح تداخل للبديل، البديل اللي راح يلعب طبعا برونو
او لا خلف جيل اخر ممكن يكون في ارضية الملعب. سلامات بيقوم الحارس اذا بيقوم السلامة السلامة السلامة. ابراهيم حصار هو اللي شارك. يعني ابراهيم حصار دائما يعني يدفع فيه المدرب في الشوط الثاني. في الشوط الثاني لا زال طبعا الحارس قام اللاعب ان شاء الله ايضا يقوم بالسلامة ان شاء الله يقوم بالسلامة. كرانو يعني هو سحب اللاعب إريس روغاس. إريس روغاس سحبه واشرك ايضا مارينو. من مارينو اذا هو اللي شارك. جوم بالسلامة حارس. تبديلين تأكيد تبديلين أيضا. وسحب أيضا الظهير الأيسر نتكلم اللاعب ديارتي أيضا شالة نتكلم عن بيليغا. تبديلين في بداية شوط المباراة الثاني. بداية شوط المباراة الثاني يعني حتى الآن الأمور تسير. ومن الرابع طبعا إلى المركز الثالث بالتأكيد يرتفع نغاطة. كنت أتكلم عن سان لورينزو. سان لورينزو يعني بال أصفر لكن الجماهير مو راضية مو راضية على لعبة هرنانديز. هرنانديز قائد والكابتن في الدقيقة الثالثة أيضا كارت أصفر يظهر الآن. يظهر الآن شوف يقول له طالع شوف يقول له الأمور واضحة عندك شوف. يعني هو كان ممكن كان ممكن هذا روساني 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 هو اللي أخذ الإنذار لأن الواقف كان الكابتن تتكلم عن هرنانديز والإنذار لا ليه ثاني تدخل يعني ممكن نعمل الكابتن أصلا حتى الآن نزيد شوية على حكم المباراة نعم لأنه هو طالع له ولكن نعم التلاحم موجود القدم موجود إثبات والدليل موجود إثبات والدليل أيضا موجود. سلامات لكن لم يحسب نعم إلا في التأكيد الأمر الماضي بالمقاولة حتى الآن الأمور ما بشوف ناداه الفيحة نعم وبعد ما شاف بعينه أيضا الركل اللي نقول على الجسم والطبعة الموجودة في هذه اللعبة نعم ممكن يتغير من اللون الأصفر إلى الأحمر ممكن لكن هو قدرها في البداية أنه هو طالع بالهواء اللاعب أمامه فيعني شوف الإعادة أيضا تحت الإعادة دائما نقول فيها الإفادة شوف لا واضح ماذا خلينا نشوف حكم المباراة ما في أصفر وخر عن شوي ما في أصفر شنو فيه أحمر من الأصفر إلى الأحمر. وثاني لا تكلمه خلاص بدل الإنذار صار طرد. بدل الإنذار طرد من أصفر إلى أحمر. طرد بعد ما رجع للبيعار هذا إهمال واضح منك وانت اللي ما عرفت تتعامل شوف لا القدم اليسار واضحة مع الطرد طرد مستحق نعم نتكلم عنه طرد مستحق. يلعبون سان لورينزو في اول 3 دقائق طرد في الشوط الثاني لكن هل يعني مش الكلام شوف لاعب نعم حتى يأمن الدفاع ويأمن الأمور
وما يخلي خلل، لأنه متقدم سان لورينزو، تقدم للهدف، ولذلك هو يعني حاول يسكر وإن كان النقص خلينا نقول من أول ثلاث دقائق، من أول ثلاث دقائق قد يأتي قد يدفع بالإجراني للهجوم. وأيضا على فكرة ترى بالإجراني كان في الشوط الأول استحواذه 57% و 43% استحواذ لسان لورينزو، لكن هما تقدموا بهدف، هما تقدموا بهدف الأقل، فمو مشكلة أو مو يعني خلينا نشوف هذه اللعبة سيئة تبعد على طول. لا زالت بيغرانو بيضغط الآن، فيها صافرة في التسلل الموجود، إن كانت الصافرة متأخرة شوية لكن أيضا راح واضح الراية، وأيضا رافع إيده كمباراة النفيذ، واضح واضح واضح، لا يحتاج إلى كلام. في جيتي، في جيتي نعم اللي لعب كرة رأسية جميلة جدا في الشوط الأول للمباراة، تحديدا في الدقيقة 37 تألق فيها حارس المرمى، كان ممكن يكون هدف التعادل، ممكن يكون هدف التعادل على العموم. نقول واحد سان لورينزو في الشوط الأول، غرينو غرينو يرعى على طول ناحية هناك سانشيز، العرضية دفاع يشيل ويبعد يبعد، لكن شوف لا زالوا مستمرين، وهذه كرة على الجهة اليمنى، المحاولة لا تزال لجريمو بريرا، صارت أبعد جريمو بريرا ينطلق من جهة اليمين، السلامة إن شاء الله، السلامة من أرضية الملعب، السلامة إن شاء الله، توساني بالكرت الأحمر، توساني بالكرت الأحمر، اللاعب الآن وأشرك اللاعب بيروزي، بيروزي وأيضا يقادر الآن لاعب آخر، ويأتي بلاعب فرانكو خارا، فرانكو خارا أيضا كبديل، في المقابل هناك أيضا بيروزي هو البديل على أساس يعدل في الأمور الدفاعية بالتأكيد، لأنه عنده كان طرد سحب لاعب، ويعني نقول يعني أوكستين مارتاغي سحب أيضا اللاعب أوكستين مارتيغاني، واشرك مكان اللاعب بيروزي حتى يكون يغطي في مكان اللي كان فيه المطرود، اللاعب المطرود وثاني وثاني على العموم. كرة خارج الملعب الآن إلى رمية التماس، هنا البديل راهيم حصار، هل يحاصرهم حصار؟ هل يسجل؟ هل يصنع؟ خلينا نشوف فيما موجود في هذا الوقت وفي الدقائق نقول العشر الأولى لشوط المباراة الثاني، من صافرة وخطأ لعشرة لاعبين مع أول ثلاث دقائق من الشوط الثاني، سان لورينزو بالطرد بعد ما ألقى الكرت الأصفر بناء على الفي آر وكرت أحمر بديلا عنه. هذه كرة خطرة خطرة، روح وين روح وين يا حارس، أيضا شايف الضغط أيضا بالجراني مثل ما كان في بداية المباراة في الشوط الأول. هذه الكرة شوف ركنية 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 من الأساس، ركنية اللعبة الركنية على طول الرأسية ما تمشي، تسديدة فيها صافرة فيها خطأ، الصافرة والخطأ الآن، نعم صافرة مع خطأ، صافرة مع الخطأ، شايف اللعبة الأولى بعدين صفر، وبعدين أيضا ممكن مساعدة، دائما نقول يعني نقول إحنا المساعدة تأتي من الـ VAR، تأتي من الحكم
الرابع، الحكم مساعد اول، المساعد الثاني، اليوم اصبح مساعد ما هو مراقب، قال المراقب اول مراقب ثاني ايام قديمه اصبحت، لا اصبح مساعدين، حكام مساعدون للحكم داخل الساحه، ولذلك حقه انه يقول له كل شيء دار وشافه هو في ارضيه الملعب، لذلك يساعده بالتاكيد. هذه المحاوله لعبت على طول ان شاء الله ترجع مره ثانيه بالجران بيضغط. تتكلم عن ريفري بطل خلاص قبل نهايه الدوري الارجنتيني الممتاز بجولتين، بجولتين هو بطلا خلاص بالوصول للنقطه رقم 57 من اصل 25 مباراه اكيد لعبها هذا الفريق اللي حقق فيها اللقب. يبقى تالاريس كوردوبا المركز الثاني 48 نقطة الآن من الرابع إلى الثالث سان لورينزو بعد هذه النتيجة يرفع رصيده إلى النقطة 46 إلى النقطة 46 رأسية تمشي بالشكل الصحيح عنده يعني ممكن في النقاط الأقرب لبعضها يعني من الأول تقريبا إلى حتى التاسع. هذه كرة ملعوبة على جهة اليسار أرضية تنشال متابعة جميلة أيضا أبعدت مخيل، لكن شوف الكثرة العددية واضح بيحاولون أيضا يستمرون بأن يوصلون للمرمى. هنا سافرة مع خطأ مع يلعب الكرة برا، مع العلم أن هذا سلوك غير رياضي وهادي الحكم، لو كان الحكم بعد كأنك أنت معترض على قرار الحكم، كأنك معترض على قرار الحكم، لكن والله برافو يعني الحكم مباراة هادي ويهدي الأمور ما عقدها أيضا للاعب زابيلي، لاعب مهم جدا للأمانة برونو زابيلي في هجوم مع اللاعب الخطير والهداف ايضا فيجيت مع بابلو فيجيت. خطا الان روبا طيب عاليه لجرانو، محاولاته لا زالت مستمره بانه ياتي للتعديل، وهذه محاولة أخرى. شوف وين استعجال، هنا الاستعجال، أنت بتوصل أوصل على راحتك، تعال قدم أوصل على راحتك، وهذا مارينو يقول لهم شوي شوي ليش لعبتها بالسرعة، يعني أنت واصل الكرة ماشية معاك وأنت أكثر عددا من الفريق الآخر المنافس لك، معناها أنك ممكن يعني تعطي أريحية في التمرين، لأن تبي هدف لابدك ان تكون عندك الهدوء والتمرير الصح حتى تصل للمرمى وتسجل هدف التعادل ممكن او فيها تقدم اخر. حتى الشوط الاول كان للسيطره او الاستحواذ 57% مثل ما قلت لبلغرانو اللي خسر في الشوط الاول، 43% استحواذ كان لسال لورينزو وسجلوا هدف في الدقيقه 31، هدف حلو، هدف جميل، هدف رائع جدا للاعب المميز غونزالو مارون. هذه كرة مع الحارس وبابلو فيجيتي ينتظر أي كرة، لاعب طويل هداف غناص، نعم ممكن يستقل اي كره يلعبها داخل المرمى، ممكن اي لا ليش لا، هذه كره اللعب عوبه على طول لعبت، لكن ايضا سان لورينزو صاحب المركز الرابع تقدم بالتاكيد خطوه للمركز الثالث. هذا اللاعب اللي ساهم بالهدف، شلون ساهم بالهدف؟ انه سحب معاه اثنين
ياغو بيريرا سحب اثنين معاه وعطى الفرصة تماما لغونزالو ماروني ليسجل تسديدة قوية جدا. هذا اللاعب صاحب الهدف وهنا هو يبدو انه اللي بيسدد على المرمى ولا وين بيلعبها الركنية على طول لعبت مرة وعدت وهذه ملعوبة أقرب لحارس المرمى بسهول. هي لوسادا لوسادا لكن واضح استحواذ والسيطرة في المباراة واضحة لبليغرانو في الشوط الثاني لكن من غير فعالية على المرمى. التاميرانو يعني حارس المرمى لم يختبر بالشكل الصحيح. هذه كرة انقطعت مرتدة ياغو بيريرا بيريرا يا سلام مر 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 اوه 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 خطير. لكن ثلاث اربع لاعبين دائما نقول كثرة تغلب الشجاعة يا دياغو بيريرا وحاول لنا بروحه صحيح في واحد وياه لكن كان ممكن لو فعلا لعبها ومر من الاثنين يكون مجهود فردي اكبر من اللي لعبه زميله في الهدف اللي سجل دقيقة 31 عن طريق غونزالو ماروني. هذه على اليسار بليغرانو يبحث عن التعديل وهذه داخل منطقة 18 حارس المرمى يطلع صح ويستلم تاميرانو تاميرانو حارس أيضا متمكن يعطي فرصة اليوم يعطي فرصة اللعبة أيضا مقطوعة ممكن عرضية عدها عدها هي ما وصلت ما وصلت بابلو في جيتي جاهز لها لكن الكابتن والقائد هيرمان ديز عدها في الوقت المناسب في الوقت المناسب عدها على طول من منطقة الخطورة إلى الركنية ركنية لعبة الركنية والرأسية الدفاع دخل شوت الله حلوة 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 التسديدة نعم من برة 18 من اللاعب المقدم غير مراقب دائما اللي يأتي من الخلف معناه شوف 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 نزلت من الدفاع تسديدة الله الله حارس المرمى حصلها 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 اختبار حقيقي الكاميرانو نعم حصل كرة قوية كانت والله يعني رايحة على المرمى بالتسديدة أيضا كان ممكن تكون عن طريق اللونجو يتقدم. هذه محاولة الآن شوف خمس مدافعين ومهاجمين اثنين أيضا تنقطع ولذلك أيضا يردون بالجرام من الخلف رغم أنهم يلعبون زيادة بالعدد وهذه كرة ملعوبة على طول التسديدة لا زالت خطيرة دفاع يتدخل يبعدها الأخيل رجع وراء راتي اللي طلع شوية أثره ولكن هجوميا كانوا أفضل الآن هجوميا واضح هذه كرة عرضية طالت 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 خلاص وإلى ضربة مرمى إلى ضربة مرمى المباراة يتجه للحارس يقول له خلاص اسحب الكرة والعب والعب لا تأخر لأنك أنت كفريق فائز نعم فائز يعني حتى لا يعني يقول لك انت بتضيع الوقت انت بتسوي كذا انت بتسوي كذا خلي بالك مثل ما يقول خلي بالك كتنبيه طبعا من حكم مباراة تنبيه من حكم مباراة لكن لا تزال الامور ضغط من بليغرانو دفاع من سان لورينجو للمحافظة على الهدف لانهم يلعبون 10 لاعبين وهذه كرة خطرة 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 ابراهيم عصار حصان يلعب كرة تضرب تقل خطورتها وتبعد باتجاه دياغو بيريرا وفي النهاية برا الملعب إلى رمية تماس 20 دقيقة 20 دقيقة تبديل أيضا تبديل يسحر منه إيرلا 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 هو اللي راح قادر إيرلا هو اللي راح قادر والتبديل يعني
يأمن أيضا على الجهة الأخرى اللي شاف على الجهة اليسار، يبدو لي وايد الضغط لبليغرانو، الضغط واضح لبليغرانو. تبديل سحب إيرلا قادر أرضية الملعب، وهذه كرة على اليسار زالت ملعوبة الشكل اللي يحتاجه. ممكن حلو وصل يسلم على اليسار، ولا زالت شوف الجهة اليسرى شقالة تماما هناك. ساندرو يتقدم أيضا، ليمو يمرير على اليمين غيره قطعت حلو، كرة أيضا سريعة للأمانة قطع سيلفا هو اللي شارك كان زميله إيرل، كان زميله إيرل قادر، والآن توماس سيلفا كبديل ثاني طبعا لفريق أتكلم عن سان لورينزو. شوف واضح بليغرانو الشوط الثاني سيطر، الشوط الثاني بيضيع، الشوط الثاني ما هو قادر يسجل. فرانكو هار البديل يضيع. شوف التمريره يا سلام، والله وصول حارس المرمى برافو. ايضا تلعب ركنيه وايضا تبعد. كان ممكن البديل فرانكو خارا يسجل هدف التعادل بالاستحواذ والسيطره والوصول للمرمى اكثر. واضح سان لورينزو يلعب دفاعية سكر تماما لأنه يلعب 10 لاعبين في أول 3 دقائق من الشوط الثاني. طرد عندهم اللاعب روساني قادر أرضية الملعب، والأشرك مكانه أيضا بيروزي سحب لاعب آخر حتى يأمن المكان اللي قادر فيه. هذه الكرة اللي أيضا ضاعت تتكلم عن فرانكو خار. شوف شون هذه الكرة اللي حاول فيها وضاعت منه فرانكو يضيع هدف. يتألق الحارس يعطيه حقه، نعم لأنه هو اللي شالها، لكن لو بتقول لي والله يعني عاملين كل شيء بليغرانو إلا التسجيل واصلين سيطرة وصول رفع كرات تسديد على المرمى تألق لحارس مرمى سان لورينزو في كل الكرات اللي وصلتها من قبل لاعبي بليغرانو في الجولة 25. رأسية بابلو في جيت بابلو، هذا اللاعب طويل صاحب رأس قوية جدا للأمانة، لكن هو في التسلل شايفينه أيضا لعبها بالرأس. شوف لعب بالرأس قوية، تسلل موجود، نعم موجود، وأيضا لعبها براسه لكن ما كان يعني يحافظ على نفسه أنه يبتعد عن التسلل، كان المفترض أنه يبتعد عن التسلل. سلامات للاعب هنا على أرضية الملعب، السلامة إن شاء الله، سلامة إصابته، تأكد من الإصابة يعني حتى يأمن أيضا السلامة الحكم مباراة للاعبين. نعم يسمح لي أخصائي طبيعي نبارك أيضا مثل ما قلنا لنادي ريفر بليت بحصوله على المركز الأول بطل الدوري لهذا الموسم 2023، خلاص قبل أن ينتهي بجولتين. تكلم عنه صاحب
57 نقطة. 57 نقطة. ولذلك يعني تتكلم عن باريس كوردوبا اللي عنده 48 نقطة. 48 نقطة. لورينزو في الجولة 25 تبديل أيضا. تبديل آخر قادر اللاعب جيريمو قادر أرضية الملعب. نعم ومشاركة للاعب من الفريق. تبديل واضح تبديل هجومي بالتأكيد لأنه يبحث عن شيء عن هدف لأن الدفاع مو مشكلة حتى لو يلعب 3-2-3 هنا صافرة والخطأ الصافرة والخطأ. نعم تبديل يأتي ليه جرانو جرانو إيفان إذن إيفان إلى أرضية الملعب إيفان هذه كرة يتركها حارس المرمى إلى ضربة مرمى إلى ضربة مرمى أورتيغوزا إيفان إيرتو جوزا إلى أرضية الملعب كبديل رابع كبديل رابع أيضا مكان زميله ريمو بيريرا ريمو بيريرا بيد تنقطع إذن 57 نقطة ريفر بليت صاحب اللقب والبطل لهذا الموسم باريس كوردوبا إلى نقطة 48 بختام الجولة 25 والآن سان لورينزو إلى النقطة 46 ويرتفع فوق إلى المركز الثالث من الرابع إلى الثالث وبيليغرانو في هذه الخسارة يعني ينزل ايضا درجه هنا محاوله العرضيه ما تمشي شوف لاعب واحد ما يقدر يسوي شيء اصبح في المركز العاشر ب 35 نقطه الى المركز العاشر مثل ما قلنا ومن المركز الرابع الى الثالث الان النقطة رقم 46 لا أصبح ويبقى خلينا نشوف في اللي هو بيليغرانو يبقى على نقاط 35 نقطة هذه محاولة تسديد لكن بعيدة وعالية وخارج الملعب يطالب بركنية يطالب بركنية هل يأثر عليهم أم فعلا بركنية نعم لكن كاميرات تقول لا ما في شيء والى شايف شايف التسديده القويه الامانه برا الملعب الى ضربه مرمى الى ضربه مرمى هدوء في اتكلم عن 3 رينزو صفارة والخطا خطأ يعطي كرة ولا يلعب كرة مثل ما تكلمنا يعني احنا كان نشوف بيليغرانو وهدافهم الصريح دائما بابلو جيتي 13 هدف حتى الان لم يسجل هذا رقم 9 هو قائد كابتن هذه كرة لعبت على طول رأسية لكن ابعدت
ولا تزال بأقدام لاعبي بلغرانو اللي ضاغط ومستلم حتى الدقيقة 31 من أول يعني ثلاث دقائق كان هناك طرد استفاد منه نعم لكن لم يستفد في التسجيل استفاد أنه يسيطر نعم هذه بينية طية على طول أبعدت من توماس سيلفا البديل لوضعه كظهير أيسر حطه في اليسار كمدافع أيسر حتى يأمن الجهة اليسرى لفريقه واضح بالتبديل توماس سيلفا في فريق سان لورينزو رمية التماس رمية التماس ترجع مرة ثانية يحاول فيها دياغو بيريرا يكسب خطأ يكسب خطأ الآن حكم مباراة السيد داريو هيريرا يديرها بشكل طيب صحيح انه عطى انذار في الطرد اللحظة الاولى لكن الفي ار استدعاه قال له تعال شوف لان احنا نرى ممكن يطرد فيها اللاعب فعلا اتخذ قراره سحب الكرت الاصفر واشهر البطاقة الحمراء مباشرة واحد يقول لك شنو الفارق ما هي طرد طرد لا او انذار ممكن كرت اصفر ثاني لا الكرت الاحمر مباشرة يوقفك يعني مباراتين كرت اصفر او كروت ثلاث مرات او مرتين حسب نظام كل بطوله هي توقف مباراه واحده عدا انه لا يكون هناك في كلام اخر بتقرير حكم المباراه على اللاعب المطرود هذه محاوله حلوه على اليمين سريعه سريعه وهم مستعجلين على الهدف برا الملعب الى رميه توماس لان السرعه تولد الاخطاء السرعه تولد الاخطاء ولذلك يعني انت عندك العدد زايد تقدر تتحكم بالسيطرة واللعب يعني نقول بهدوء وتوصل صح للمرمى ويمكن تسجل لكن بالاستعجال ما راح تستفيد انقل انقل هدوء واوصل انقل هدوء واوصل اللعب في النص فرانكو فارا أو فرانكو خارة هناك هذه محاولة الآن العرضية الإبعاد يأتي على طول صافرة والخطأ يقول له داخل يقول له داخل حكم يقرر بالخطأ أنه برا الثمنتعش برا الثمنتعش خطأ الآن شوف لما رجعها دياغو بيريرا قدمه هناك داخل لكن اللاعب الثاني وين برا 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 يعطيك الإعادة والإعادة فيها الإفادة بالتأكيد هم الآن للفي آر قاعد يعدون العدة حتى قبل لا يكلمون الحكم ممكن يشوفون شغلات ما نشوفها احنا من زاوية معينة لكاميرا معينة لكن هو يحتسبها نعم برا حتى لو كانت على فكرة على خط 18 معناها تعتبر ركلة جزاء لكن هو يقول لك لا برا برا خلاص برا أيضا في لاعبين هناك داخل منطقة 18 ينبه عليهم ما بين المدافعين المهاجمين والخطأ الآن لبليغرانو تسديدة عرضية لحارس المرمى اللي واقف صح ميرانو ميرانو واقف مكانه صح لذلك يحصلها وهذه اللقطة الأخرى للخطأ اللي يحتسبه حكم مباراة برا 18 فيها لمسة يد فيها لمسة يد لأنه هو بروحه يعني شنو بيحط الخطأ إلا الإي ونعم كان فيها لمسة يد يسبها على طول مرة ثانية تقريبا يعني نتكلم عن 9 دقائق على الأقل متبقية لهذا الشوط الثاني من المباراة حتى الآن سان لورينزو بهدف مقابل لا شيء على بيليغرانو اللي سيطر على المباراة في الشوط الثاني تماما واستحوذ على الكرة ووصل للمرمى لكن دون أن يسجل دون أن يسجل رغم أن عندهم هدافهم هداف أيضا 13 هدف اللاعب بابلو مع مايكل لاعب كوردوبا
هذه كرة اللعب على طول. 13 هدف يعني تتكلم من 25 جولة ممكن فيها اللاعب أيضا مصاب، ممكن فيها أيضا لاعب يعني إيقاف للإنذارات للطرد لا تعلم. على العموم لاستيرا على أرضية الملعب سلامات، ويبي ياخذ له كم ثانية. وعلى فكرة هذه ثواني خلص في الموسم القادم، يعني الفيفا والاتحاد الدولي عطوا قرارهم ان ما في راح يكون ميقاتي موجود في ملاعب كرة القدم، حال كرة قدم الصالات، حال السلة، اليد، الفاول مثل هذه الكروات الان لا الوقت واقف، الوقت ما في قدرة حكم مباراة يعطي، لا وقت واقف. لما تلعب ايضا يعلن عن انطلاقة الساعة ويمشيها دائما بميقاتي، هذه يحطون ميقاتي ام يخلونها مع الفي ار، هو الفي ار هو اللي يعطي طبعا حكم مباراة الوقت، يقول له انتهى الوقت خلاص، ويعلن بالتأكيد حكم. انه ما تصور نفس الصالات في ساعة ولما يعلن الميقاتي خلاص الخطأ. هذه كرة ملعوبة رأسية خطيرة بالجول، الله حلوة رأسية خطيرة جدا، ما أكملت على المرمى، ما أكملت في الدقيقة 38، لكن مرتدة الآن. لا زال بلغرانو يعاني من عدم التسجيل، إذن الدقيقة 38 أيضا فرصة مؤكدة راح يعيدها لك، لكن لأن الكرة ماشية الآن راح يعيدها مخرج المباراة، وشوف شلون اللعبة الكرة بشكل أيضا حلو الأمانة. وهذه الكرة ممكن على اليمين، نعم على اليمين تلعب عرضية مرة طويل، عطنا الإعادة عدت برا من اللاعب سانشيز، ما لعبها بالشكل الصحيح. شوف رأسية وين؟ أوه العارضة للهداف الخطير. يا سلام، الله ما هي ماشية معاك. دقيقة 38 فرصة رأسية بالعارضة تبعد هدف مؤكد لبيليغرانو، هدف التعديل وهدف الصدارة أيضا لهذا اللاعب، إنه يكون صاحب 13 هدف، كان ممكن يوصل ل 14 هدف يتصدر فيها هداف دوري الأرجنتيني للدرجة الممتازة، لكن عاند الكرة وتأتي في العارضة، ماذا يفعل بعد بيليغرانو؟ ضغط مستمر، وفعلا استفاد يعني من نقص العدد انه يسيطر على المباراة بأكملها منذ الدقيقة الثالثة من شوط المباراة الثاني، عندما طرد روساني بالكرت الأحمر، أول ما أعطاه أصفر بعدين غير رأيه لما راح الفي آر وشاهد أن الضرب يعتبر متعمد، عور اللاعب. إذن الآن سان لورينزو إلى المركز الثالث ب 46 نقطة، فارق أيضا نقطتين هناك تاليس كوردوبا عندهم 48 و 57 نقطة للبطل صاحب اللقب هذا الموسم بفرقليت ب 57 نقطة من 25 مباراة، أي قبل نهاية الدوري الأرجنتيني الممتاز بجولتين. شنو غير السيطرة؟ شنو غير الاستحواذ؟ وشنو غير التسديد؟ وعلى المرمى وانتم ما تدلون المرمى، وصعبة مع 10 لاعبين امامكم، شوف العشرة صاروا عن 12 لاعب بالتغطية بالحماس انهم يواصلون ويحافظون على الهدف اللي سجل لهم في الدقيقة 31 من شوط المباراة الاول، هنا مقطوعة، حاول دياغو بيريرا، هات وخذ، شوف سلم يستلم تسديدة سهلة جدا، سهلة لحارس متمكن، شوف مثل أيضا هذه يقول يعني باللعب، نعم هذه باللعب ما له شغل،
له ثواني معدودة لعب، ومن لديه حيلة فليحتال. شوف أيضا في سقوط لاعب حلو أخذ شماله، لكنها سهلة ما هي قوية، وفي المكان اللي كان واقف فيه الأمانة حارس المرمى كان ميرانو. ميرانو سلامات، طبعا يطلب صحيح علاج طبيعي. هنا الحديث مع اللاعب سانشيز، سانشيز اللي أمامك مع مدربه عاملين كل شيء والله، لكن النهاية عندهم غير حقيقي. يبدل أيضا، يبدو لي هناك تبديل للاعب اللي على أرضية الملعب، تبديل لسانفينزو. سلامات سلامات، أيضا هذا الوقت أكيد يحتسب حكم المباراة اللي عنده، وبيشوف يسحب ليرا دافع الأيمن، ليرا يسحب ليرا، سيطرة أيضا 63% الشوط الثاني، تصور 63% و37% لسان لورينزو، لكنه محافظ على الهدف، محافظ على الأمور حتى آخر نقول دقيقتين من شوط المباراة الثاني. من شوط المباراة الثاني إذن خلاص الأمور. تبديل الآن يأتي منزو، إصابة جميلة في آخر دقيقتين، في آخر دقيقتين من المباراة. خلاص هذه كرة تتمرر، طلعت طلعت برا الملعب إلى رمية التماس. مانويل هو البديل الأخير، مانويل هو البديل الأخير. خلاص في اللحظات الأخيرة، وهذه كرة عرضية رأسية من نفس اللاعب هداف، إلا اليوم ما هو دال للمرمى، اليوم ما هو دال للمرمى، وعاندة الكرة في الكرة الأخيرة رأسية قوية، يد في العارض، يد في العارض، وهذه رأسية أخرى لكنها هالمرة برا الملعب إلى ضربة مرمى. خلاص إلى سان لورينزو إلى المركز الثالث ب 46 نقطة. بينيغرانو يهبط إلى درجة، يصبح في المركز العاشر بدل التاسع، بدل التاسع. مرر لكنها وين؟ ما تمشي صح. الكرة خارج الملعب، ركنية خارج الملعب إلى ركنية. اللحظات الأخيرة خلاص، اللحظات الأخيرة خلاص، وبيليغرانو يحاول رأسية دفاع صاحي، وهذه مرة أخرى داخل منطقة 18 لبعاد. سقوط، صرخة الجماهير، 6 دقائق وقت بدل ضايع في شوط المباراة الثاني. إذن وقت بدل ضايع الشوط الثاني. أوه لكنها وين؟ لكنها وين؟ أيضا بتضيع، أيضا بتضيع، أيضا تزيدة قوية. شوف 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 على طول تمرير، وهو ماشي كرة بر، الكرة بر إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. خلاص الشوط الثاني أوشك على النهاية، وإلى المركز الثالث سان لورينزو مع الجولة رقم 25
باقي جولتين ايضا عن الدوري الارجنتيني الممتاز، وينتهي خلاص بفوز وبطل الدوري الارجنتيني الممتاز، واللقب هو تفرغ لي بارك له كل مبروك. عرضك حط اوفر لبقيه 27 نادي، هذه المحاوله مقطوعه ما مشت. يلعب يقول له ماشيه بالجرانو، اكثر من هالسيطره والاستحواذ هذا والوصول للمرمى، لكن انتم مو عارفين اللغز اللي شلون تتعاملون معاه امام المرمى، مرمى سان لورينزو وحارس مرمى ميران، ما انتم عارفين تحلون، ما عندكم حلول. هذه كره سهله جدا، سهله 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 يا بيجيتي، سهله. اليوم مو يومك، خلاص اليوم مو يومك انك تسجل. اليوم ايضا بيحاول، واصعب كره كانت لك هي اللي رأسيه في الدقيقه 38، لكن العارضه هي من وقفت بهدف التعديل خاصه في الشوط الثاني. ذكر احبتنا متابعينا عبر الرياضيه الكويتيه بان يعني سان لورينزو يلعب بعشرة لاعبين في اول 3 دقائق من الشوط الثاني، طرد لاعبهم دقيقه 3 الشوط الثاني، معناها السيطره كانت دائما لبلغرانو اللي عمل كل شيء الا التسجيل لم يعرف له طريقه، لم يعرف له طريقه. هذه محاوله ممكن اللحظات الاخيره، ممكن في الوقت بدل الضائع، ولا زالت خطيره، لا زالت لا زالت، لا خلاص 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 تعقدت 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 وانتهت. لكن في بدايتها لو لاعب يقول كان ممكن، لكن من كثر الاخطاء والاستعجال الانذار، نعم كرت اصفر ممكن. شوف هذه الفرصة أيضا اللي ضاعت، شوف الاستعجال ماذا يفعل، قوت الحارس يحاول فيها أيضا فرانكو خارة، لكن طولها على نفسه في النهاية. الدفاع يتدخل ويبعد والحارس يتعلق أيضا اليوم في حماية مرماه من التسجيل. العارضة أيضا وقفت معاه الشوط الأول والثاني، الشوط الأول والثاني. الإنذار يأتي على لاعب أليخاندرو ريبولا، ريبولا باقي دقيقتين من 6 دقائق، باقي دقيقتين من 6 دقائق وينتهي شوط المباراة الثاني. 3 نقاط ستذهب إذا كانت هذه هي النتيجة إلى سان لورينزو ليصبح في المركز الثالث من قبل المدرب طبعا فريق اسبان سان لورينزو، وسقوط اللاعب على ارضيه الملعب مانويل اللي نزل قبل قليل، مانويل تغطيه وحاول ايضا يهدي الامور، يكسب له كم ثانيه خطا، يرجع ورا شوي يشيل الكره ياخذ لها 20 ثانيه 10 ثواني، المهم انه ياخذ هذه الراسيه. اليخاندرو راس مرر على طول برونو الزبيلي، كل هجماتكم على اليسار وما فادت، كل انطلاقاتكم على اليسار يا بيليغرانو وما فادت. هذه كره ملعوبه، دفاع يتدخل يبعد في الوقت المناسب، خلاص الى الدقيقه الاخيره، إلى الدقيقة الأخيرة بعشرة لاعبين ما هم قادرين يتعادلون. بيليغرانو لعب على اليسار كمل، هو المفترض يصفر على خطأ، مشاها مرتدة مرتدة مرتدة، هو بيروح خلاص بيضيع وقت، بيضيع وقت خالصين، بيضيع وقت. شوف شوف وين لعبه من غير ما يشوف حتى ينهي، يتكلم عن ال6 دقائق فيها كره برا، كره برا خلاص مع كرت اصفر، كره تخفيف اللعب، 6 دقائق خلاص، والكره الان مع بيليغرانو، واللحظات الاخيره لبيليغرانو للتسجيل، لكن لا اعتقد ذلك،
اللي ما قدروا الشوط الثاني بالسيطرة والوصول والفرص الضايعة. هذه كرة أيضا مقطوعة، آخر أمل آخر أمل آخر فرصة آخر أمل لحارس المرمى، خلاص هنا سيعلن بالتأكيد الحكم إذا أراد أن ينهيها بهذه النتيجة سيكون. شوف اللقطة الأخيرة يعني أو التسلل أيضا موجود، التسلل أيضا موجود ومن البداية، وشوف كله يضع نفسه في التسلل في جيتي في جيتي الآن خلاص أعلن حكم المباراة. مبروك لسامي رينزو إلى المركز الثالث، 3 نقاط هارد لك لبلغرانو. على الخير والمحبة، التقينا على الخير والمحبة، يودعكم دائما حامد كميل، إلى الملتقى.